أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع النجمي. خلوني الأول قبل ما ابتدي حلقة النهاردة أشكر الأستاذ ممدوح النجمي على ثقته الغالية في انضمام الفريق عمل برنامج مع النجمي. ما حلفناش الحظ إن هو يكون موجود معانا النهاردة داخل الاستوديو، لكن هو معانا في مداخلة تليفونية. أستاذ ممدوح، أهلا أهلا أستاذة بسمة، أهلا بحضرتك في برنامجك، نورت الدنيا كلها. ربنا يخليك، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. تحياتي لشخصك الكريم. كان نفسنا تكون متواجد معانا النهاردة لكن ما حلفناش الحظ نظرا للظروف السيئة اللي حصلت لحضرتك. والله أنا الحمد لله، بس برضو يعني فيه الأستاذة بسمة رمضان أنا على ثقة كاملة إن هي هتأدي الدور على أحسن وجه. ربنا يخليك يا أستاذ ممدوح، تسلم يا رب. لكن دعيني في أول الأمر ان انا يعني اذكر اخ صديق عليا جدا الاستاذ خالد الناقر رحمه الله عليه. الله وانا يرحمه. ابن الصحه والجمال، الراجل ده يعني خيره علينا كتير، وبرضه اتقدم بالشكر للاب والاخ والصديق عبد الحميد بيت توفيق رئيس القناه اطال الله في عمره. الراجل جميل جدا وقلبه يسع الجميع وبيساعدنا اطال الله في عمره، واشكر الاستاذ وليد عمار مخرج الهواء، تحياتي لكم جميعا. تسلم لحضرتك يا استاذ ممدوح، واحنا طبعا بنشكرك وبشكر حضرتك بصفه شخصيه علشان خاطر ان حضرتك اتحت لي الفرصه ان انا اكون معاك من فريق عمل برنامج النجمي. ده شيء من دواعي سروري، وانا عارف انه بسمه رمضان اعلاميه ليها برضه وزنها، وده شيء اضافه للبرنامج ان شاء الله. ربنا يخليك، وان شاء الله حضرتك تكون متواجد معانا في الفتره الجايه. ان شاء الله الحلقه اللي جايه باذن الله ان شاء الله هكون معاكم في الاستديو باذن الله. ان شاء الله يا استاذ ممدوح، وحضرتك نورتنا تاني النهارده باذن الله. ان شاء الله كده يعني اتمنى لكم حلقه كويسه، وبعد كده معاكي النهارده مستشاره رضوى الدربي دي يعني معالي المستشاره غنيه عن التعريف. طبعا دي مرجع قانوني كبير جدا، ان شاء الله تبقى حلقه موفقه. ودعيني اشكر فريق عمل مع النجمي اللي اشتغلوا معانا وما زالوا، ان سمحتي لي يا استاذه بسمه في لحظه. اشكر الاستاذ شريف طه معايا من المونتاج، ومعايا برضو الاستاذ امجد عبد الرحيم، ومن اسره المذيعات ولاء ثروت والاستاذه جهاد حمدي والاستاذه نرمين المهندس. وحضرتك ادينا منوره الدنيا عندك. ميرسي، ربنا يخليك ليكم جميعا، واتمنى لكم لقاء موفق باذن الله، واسيبك مع الحلقه بتاعتك يا استاذه بسمه. ان شاء الله، وشكرا لحضرتك يا استاذ ممدوح ونورتنا.